بس انا بحبك قوي على السوشيال ميديا يا شيكا. ميرسي يا قبر. على الانستجرام كيوت وفاشونيستا من الزمالك، وعلى تويتر جزار من بولاي. انت اللي ماسكه الاكونتس بتاعتك؟ تويتر. تويتر الجزار طبعا. هي البلاوي كلها من تويتر. ده حقيقي. لا الحمد لله بقى انك مش ماسكه انستجرام. لا لا انستجرام لا. لقيت شويه كومنتس قلت الحمد لله انك ما شفتيهمش. ايوه انا مش ببص على الكومنتس عشان ما اتضايقش. بجد؟ دبرك انا بقى جمعتهم لك النهارده عشان تشوفيهم. مستعده؟ مستعده. طب يلا هينزل دلوقتي اول كومنت من سامح ممدوح، بيقول لك اكيد شخصيتك مش حلوه، ما ربنا مش هيديكي كل حاجه. لا يا اخويا مديها كل حاجه، مش شايف الاثنين الفي اللي جنبها دول؟ اقول له يا سامح معلش شخصيتي احلى من شكلي. والشنط احلى واحلى. مش كده برضو؟ طب تعالي نشوف تاني كومنت من شيري فؤاد، بتقول لكل الرجاله ان كل ده مكياج، وانك لو غسلت وشك هتبقي شبهنا كلنا. دي بقى تردي عليها وتاخدي الشبشب؟ هاتي الشبشب، ما تورينا هي شكلها اللي المفروض نبقى نشبه له. ده مش فاهمه، قال دي لو وشها اتغسلت تبقى شبهنا عادي. ايوه نه. طب يلا تالت كومنت من نونا احمد، بتقول لك ماشي انت حلوه بس انت اللي لابساها شبه المفرش. صراحه شبه الستاره مش بالمفرش. ده حقيقي، بس انا اتمنى لها انها تلبس المفرش ده في يوم من الايام. يا لهوي على الثقه. لا كيدهن عظيم فعلا.